قبل شوي مثل ما راح توجهت لنا عائله نازحه لنوديهم الى بر الامان، ولكن بالطريق صارت تفخيخ داعش المنطقه مثل ما لاحظت، التله قطعوها ابتداد الشوارع وتفخيخها تفخيخ مربع كامل. اذا ادى انفجار عبوة على عائله بريئه استشهد بها طفله ما يتجاوز عمرها 11 سنه. يستخدم القنص، يستخدم العبوات، يستخدم السيارات المفخخة الانتحاريين، إضافة إلى الطائرات المسيرة اللي تحمل قنابل جاي يستخدمها، لكن كل هذا ما يهمنا. يعني احنا أهم شيء عندنا أنه نحرر الناس ونخلصها من ظلم داعش.